فبعث الله غرابا مع حسن شاهين والدكتور سعيد حنتوش. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابي المستمعين الأكارم الأفاضل في كل مكان، أرحب بكم في حلقة جديدة وهي الحلقة رقم 21 في برنامج فبعث الله غرابا مع أخي وحبيبي وصديقي الدكتور سعيد حنتوش. فبعث الله غرابا برنامج يتكلم عن سياسة وحياة وسلوكيات الغراب، والغراب مذكور في القرآن، الغراب مذكور في القرآن، فنحن بنجيب أشياء مهمة جدا في حياتنا ونتعلم من الغراب. والغراب ليس دائما وحش، في حاجات حلوة في حياته نتعلم منها. دكتور سعيد، في نهاية الحلقة رقم 20، احنا دحين 21، قلنا أنماط الشخصية الأربعة اللي هي لما نجينا نتكلم عن أنه الغراب عنده وفاء وهو أيضا عنده نمط من أنماط الشخصية، لكن عشان الناس يفهموا بعض لازم يتعلموا أنماط الشخصية ولو ياخدوا عنا فكرة مرة بسيطة حتى يستمتعوا. العاطفي والتاني إيش قلت عليه؟ والإبداعي، دول أصحاب خيال وهيام وحب وغرام، صحيح؟ أي نعم. طبعا أنت عندك الشخصية التنفيذي والعاطفي، التنفيذي والموضوعي، هذول يكونوا أقرب لبعض، رسميين يعني. أيوة لن واقعيين هذول. أيوة. لكن العاطفي والإبداعي هذول حقون خيال، حقون إبداع، شعراء. بالضبط، رسامين. أيوة، الروائيين. بالضبط يا عين، وتقوم طول النهار بيبكوا على طول. والبكاء مش عيب، البكاء مش عيب، تصدق يعني الناس أحس بالبكاء عيب، البكاء مو عيب. إيش يقول الشاعر عمر بهاء الدين الأميري لما جاب قصيدة اللي هي قصيدة أب، لعلهم يبحثوا عنها في جوجل، يقول هيهات ما كل البكاء خور، خور اللي هو بالجبن يعني. إني وبي عزم الرجال أبو. أحيانا الإنسان يعني يبكي رحمة الأولاد، فالبكى مش دائما. قد يعجب العذال من رجل يبكي ولو لم أبكي فالعجب هيهات. هي ثقافة، ثقافة. أيوة أيوة. فالعاطفي يعني الغراب قلنا وفي، فالعاطفي الغراب عاطفي وفاء عنده، مع أنه شكله لا يدل على أنه عاطفي نهائي يعني، لكنه ممكن يكون عاطفي يا دكتور، صح ولا؟ ممكن تعطيله الصفة هذه تطلق عليه، لأنه وفي، وفي لزوجته طبعا. وانت قلت لا يمكن يتزوج عليها إلا لو ماتت أو ما خلفت، كان في عقم أو ما تنتج البيضة. آمنت بالله، آمنت بالله. إذن يا إخوتي الكرام نرجع نعدد عشان نقفل الحلقة. الشخصية هي الإبداعية، الموضوعية، التنفيذية، العاطفية. افهموا الشخصيات بعض علشان نرتاح، صح يا دكتور؟ بالضبط، نفهم بعض عشان نرتاح. دمتم بخير إخوتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.